وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة النائب غازي الرحمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب. مساء الخير وأهلا بك سعادة النائب، ما هو تعليقكم على هذا العمل الإرهابي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حبينا في البداية نشكر كل من يدعم الرياضة في مملكتنا الغالية وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للرياضة في البحرين. كذلك ما ننسى الدور المناط بوزارة الشباب والرياضة استقطاب الشباب المواطنين في المراكز الشبابية اللي هي لا تألو جهدا بأنها تدعم المراكز أو الأندية الشبابية في جميع مناطق البحرين وعلى رأسها سعادة وزير الشباب والرياضة هشام جودر. بالنسبة للي صار أمس أستاذي العزيز، أولا نعم شيء محزن. أنا أقول لك يعني وأنا كرياضي قبل ما أكون برلماني، نعم صالة رياضية مجهزة بأحدث التجهيزات سواء كانت من أرضية أو من ملاحق تكون موجودة تستقطب الشباب في المنطقة اللي هو تخليهم نعم يشعرون بدورهم الوطني في النادي نويدرات. فاحنا نسجل ونستذكر بكل دورنا في لجنة شباب رياضة برلمانية العمل التخريبي الجمالي اللي صار في صالة الشباب الرياضة، وأنا على ثقة أن الجماعة في النويدرات ونهيب فيهم أنهم أيضا بالنسبة لهم أنهم يدفعهم ان شاء الله لمزيد من العمل الشباب الرياضي، انهم يستنكرون القله اللي قاعده تخرب عليهم وعلى شبابهم في المنطقه بحيث انها ما قاعده تستقطبهم. وهذا يعني مع الاسف الشديد يعني احنا من دورنا كلجنه سواء انا باسمي او باسم حتى رئيس المجلس واعضاء لجنه الشباب البرلمانيه كلهم وكل النواب بمجلس النواب يدينون اي عمل تخريبي جبان يكون في مؤسسه شبابية تستقطب الشباب في البحرين. نعم سعادة النائب غازي الرحمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.